بالظبط. اللي هي كابتن اتولدت وتربت في سنين الاهلي، بسم الله ما شاء الله، مستحوذ تماما تماما على بالزبط. كل البطولات. يعني صوره بقى لايمن اشرف، طبعا كل اللعيبه الدوليه يعني. يا كابتن بصراحه سامع عاشور يعني وقت يا كابتن، وقت كويس لا جدا. ده صبر الرحيل صور كريم نيدفيتزاب. لا ولا ده مش حسام، حسام على الشمال خالص، الدنيا ضلمه فمش شايفين كويس. هو حسام اساسا وانا ما بيبانش في الحاجات دي، لازم تحط له سبوت على وشه. لازم اديك واحده حسام يعني كده مش هسيب. اكيد طبعا يا كابتن، يعني منظر رائع جدا، ويعني بصراحه فخورين بالنادي الاهلي كل يوم، فخورين بالفكر الاهلي، الفكر الاهلي ماشي بيه. كمان يمكن اول مره تحصل في مصر ان الجمهور والنادي الاهلي يكون موجود في حافله مكشوفه قبل التوجه للاحتفاليه الخاصه بيه. يمكن هو الوقت مزنوق يا كابتن عشان كاس العالم، يعني الجمهور اكيد يعني رمضان وقت افطار والناس، لكن الجمهور الاهلاوي عمره ما بيتاخر على ناديه في اي وقت، في رمضان أكيد. بقى في العيد أكيد. يعني حضرتك لو تتذكر اكيد يمكن الدنيا دلوقتي مستقره شويه عن قبل كده، لكن قبل كده ماتشات كانت بتتلعب في دايما في رمضان، دايما في العيد، كان الجمهور الاهلاوي مش بيفرق معاه، كان دايما بيبقى متواجد وموجود ورا ناديه، وبالتالي ده اللي احنا دايما بنكون ودايما